مرحبا بكم الكل هوني مباشر من بوسطن. الحوار هذايا مع كفاءة من كفاءاتنا التونسية بالخارج بالولايات المتحدة الأمريكية. احنا موجودين في بوسطن في الريتويت نتاع تونيجيان امريكان يونغ بروفيشنالز، وحضر معنا السكرتير جنرال ادجوان الأمم المتحدة من عام مساعد للأمم المتحدة السيد خالد خياري، مكلف بالشرق الأوسط آسيا والمحيط الهادي. مرحبا بك، شرفتنا، شكرا لقبولك دعوتنا اليوم. شكرا وسيم، سي توجور بليزير باش نشوفك ونقابلك ونحكي معك. شكرا، شكرا لك. احنا كان شرف اول حوار تاعك وقت التعيين في المنصب هذايا، وانت فخر لتونس، نعرفوا مهم ياسر المناصب هذايا بالنسبه لبلادنا. سي خالد، بالنسبه للحضور معناتها هوني كيما نسمعوا مازالت السيسيون قاعدين متواصلين في اللحظات هذه اللي احنا نحكيوا فيها، اهميه الجاليه بصفه عامه ديال لونجاجمون تاع فتاتو. لكن قبل ما نمشيو مع السؤال هذايا، حبيت نغتنم فرصه وجودي بمسيتي تونسي مع كباب ابي العم مساعد للامم المتحده وللمنطقه نتاعنا. معناتها شنو هما التحديات اليوم في المنطقه نتاعنا سي خالد؟ والله تحديات، شوف التحديات ما عادش فما حدود بالنسبه للتحديات، يعني ما عادش فما تحدي يقف ولا مرتبط بدوله واحده. يعني فما ديناميكيه اقليميه، وكل الدول تقريبا خاصه دول الجنوب يعني قاعده تتعامل مع عديد من التحديات. بدات يعني تحديات اقتصاديه واجتماعيه خصوصا بدات مع الكوفيد بانديميك، وخلطت عليها من بعد الحرب في اوكرانيا، ثم فما مساله الكلايمت تشينج واللي نجر عليها يعني الانفلاسيون. التداعيات كانت كبيره، ويعني كبيره ياسر بالنسبه للتداعي الاقتصادي والاجتماعي على العديد من الدول. فما مساله نتاع الدات، فما مساله يعني نتاع فود سبلاي، فما شكون يحس فما ولات انسيكوريتي اليمونتير، يعني ضغوطات كبيره ولات على 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 الحكومات وعلى الشعوب كذلك. فتره صعبه وصعبه جدا، فتره نقول ربما اكثر من قبل تتطلب دعم التعاون الدولي لتحدي تلك التحديات العالميه والاقليميه. اليوم التحديات عديده معناتها في المنطقه نتاعنا، دور الامم المتحده كيفاش؟ نعرف عندكم معناتها بليزيور سوتي بيديكم، عندكم معناتها وكالات مختلفه في اختصاصات مختلفه، كيفاش تشوفوا دوركم؟ يعني نحب نشوف النظره الماكرو الفوق تاع امين عم مساعد. احنا عندنا دورنا الاساسي حسب الميثاق الامم المتحده هو الوقايه من النزاعات، و يعني ريزوليسيون دي كونفلي، كونسوليداسيون دي كونفلي. وفي المسائل الاقتصاديه والتحديات الجديده فما مجالات ماهيش عاديه. يعني السؤال يطرح نفسه، اندرا هل لي نورم اكتويل نتاع الناسيونز اوني سون تابليكابل للمجالات الجديده هذه ولا شنو نقصد المجالات الجديده؟ مثلا كما نقولوا الديجيتال ديزربشن، الارتيفيشال انتليجنس، السايبر سبيس، هذه مجالات كلها جديده ولات ظاهره كبيره ولات تعتبر عائق على عديد من الدول لتدارسها لتحليلها وتشوف شنو نتائجها وانعكاساتها على السياسات الدوليه والسياسه الوطنيه. لانه عندنا المجال التقليدي تاع حفظ السلم حفظ السلام، عندنا مجال التنميه، عن الدعم الانساني، ومع هذا فما تحديات جديده مرتبطه بال ذا نيو جلوبال تشالنجز اللي هي كلايمت تشينج، اللي هي البانديميك هيلث ايشوز، مساله الصحه باش تكون عندها يعني مكان كبير في 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 التحليل وفي في في تروفي لي سوليسيون نيسيسير بور تريتي سي 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 دي سي كومبليكاسيون، يعني دي سي بروبليم جلوبو. الامم المتحده توفر بلاتفورم لعديد الدول بور ايتابلير لي نورم ركيز. اذا كان ما فماش دي نورم كي ريغلمونت سيت سيتياسيون على المستوى العالمي، الامم المتحده حاضره وناديو باسم القادم. فما حس عائليه، هي لما عائليه انا جوستومون في بوسطن.
دونك هذا هو يعني جلوبالمون فما دي ديفي تراديسيونيل وفما دي ديفي جدد قاعدين نحاولوا نتعاملوا ونعيد نديو الاطراف الكلها باش تعتبر الامم المتحده كبلاتفورم للتفاوض والنقاش والتفاهم حول المستجدات الجديده على المستوى الدولي. سي خالد خالد نرجع للموضوع نتاعنا معناتها هنايا كيفاش كومونجاجي الدياسبورا يعني انت بالدياسبورا انا فرحت على الاخر بالحق اللي شوف موجود هنايا لانه الدياسبورا مش لازم تكون فك اللوجيك نتاع تبارك الله هوني عندنا عباد من اكبر الشركات معناتها التكنولوجيه في امريكا ولكن عندنا محامين من كابين كبار دي زيكسبير كونتار اكسيتيرا وعندنا شكون معناتها في الدبلوماسيه في مناصب عليا كيفك انت دونك اليوم امين عام مساعد في الامم امين عام مساعد الامم المتحده شنو مهما كان منصبك اليوم وعملك اليومي كيفاش اليوم الجالية تنجم تعاون بلادها بلادك سواء تونس ولا غيره معناتها لونجاجمون تاع الدياسبورا على شنو يكون مبني شنو ما التحديات تاعو شنو الاضافه اللي مش بيجيبها من نظرتك انت كل واحد كيفاش يشوف تنجم تقول لي انا بالاساس المنتور شيب ولا مثلا فوالا معناتها شنو كيفاش تشوف اليوم لابور نتاع الجالية لتونس ماذا بيا لتونس فما كاركتيريستيك برانسيبال في البلاد هذه هي قوة الكونكشن كونكسيون العلاقات العلاقات يعني العلاقات مهمة ومهمة جدا العباد تخدم العلاقات العلاقات والكومبيتونس في نفس الوقت الكفاءة أنا شفت هوني تبارك الله يعني انبهرت بالكفاءات التونسية والخبرات التونسية اللي متواجدة وتعرف على بعضها وكانت فرصة ليا باش تعرفت على العديد منهم الدياسبورا أعتقد من دورها باش تعاون تونس اللي كونتها يعني كل واحد على الاقل الاكثريه اللي شفتهم انا هوني قراوا في تونس وتدربوا في تونس وعملوا اليونيفرسيتي نتاعهم في تونس ومن بعد خرجوا لبرا يعني مازالوا مرتبطين بتونس والعديد منهم شفتهم سمعناهم من هارين هذوما يحبوا يعاونوا يعاونوا يعني فما ديفيرنت بوسيبيليتي دي لا تونيزي ما نحكيش على الانفستيسمون لانه الانفستيسمون هذاك يمشي في عنده دي كريتير بارتيكولي دانفستيسمون لكن على الاقل يعاون بالتجارب بيست براكتيسز يعمل كونيكسيون مع تونس مع عائلته مع اصحابه مع المنظمات غير الحكوميه معي بالطبع اذا كان هو مهتم بالسياسه زاد عنده امكانيه عن تاريخ ممثليه باش يوصل رساله التوانسه المتواجدين في الخارج الدياسبورا التونسيه والطريقة هذه يعني الجاذرينج بتاع اليوم اللي على مستوى تايب انا ماذا بيا يقع في عديد الدول الاخرى يعني سيت اون اكسيلونت اورجانيزاسيون تبارك الله عليهم يعني رؤساء التايب كيفاش لموا ايزون بي موتيفي لي تونيزيان وجابوهم ولموا مع بعضهم يحكوا مع بعضهم على كيفاش ينجموا يقدموا مع بعضهم كيفاش ينجموا يعاونوا بعضهم من برا وفي تونس كذلك وتنجم زاد من بعد تعطي لقاء سنوي كبير في تونس يكون نتاع الجاليه باغ اكزومبل. سي لو كورونمون ان شاء الله يعني كانت هي الفكره موجوده قبل لكن اي ثينك يعني اعتقد مساله تنظيم وبس لكن فما اراده وفما يعني سوي للجاليه التونسيه يعني مش في امريكا برك انا نعرف حتى في اطراف اخرى اللي حاضرين وسون بري ايدي لا تونيزي. من 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 المناصب نتاعهم من برا بقى الفول اردني لا بوسيبيليتي انا الفكره طيبه نتاعك لكن انا نخلي يعني نحبذ لو كان الفكره تولي مير في العالم في عديد الدول ثم يتقابلوا يعني في مازالت الفكره مازالت في بعض الدول فماش تنسيق كامل بين المواطنين التونسيين رغم بعض الاحيان يعني عمل السفراء والقناص العامين يعني قاعدين والديوان التونسي الخارج قاعدين صحيح فوالا ما فهمت ما حتى هكا مبادرات تحكي مجتمع مدني هما بينهم كيما تايب سي با اوفيسيال مجتمع مدني اكزاكتومون كومبليمونتير كله كومبليمونتير يعني فماش ما نعملوش ياسر على الدوله على مؤسسات الدوله راه حتى هما عندهم دور زاد كيف باش يلموا رواحهم ويعاونوا بعضهم ومن بعد يتخاطبوا مع الاطراف الرسميه اي تونسي يسمع فيك جون وما جون ممكن اليوم سؤال تطرح لك البارح معناتها سي خالد خالي سؤال مش محرج سؤال سي انتريسون شنو اللي من التجربه نتاعك بالخبره نتاعك شنو ممكن ثلاثه حاجات
اللي بناوا الشخص اللي موجود قدامي اليوم اللي وصل امين عام مساعد وان شاء الله اكثر حتى الامم المتحده، معناتها من اهم المناصب الدوليه في العالم. كما يعني كوموندي نصايحك ديريكتومون للعباد، شنو اللي يخلي عبد النجم ينجح هكا في الكاريير نتاعو، وشنو بتاتخ الاغلاط اللي يحكي تفاديها؟ هو راهو النجاح مرتبط كما نقولوا احنا بالزهر، يعني فما شويه، فما هارد وورك كما قلت، فما خدمه يعني تو دو ترافاي، سي با فاسيل باش نجم توصل، وفي نفس الوقت لازم عندك شويه بخت هذا كيف كيف. يعني المهم اللي هو واحد ما يقفش، واحد ما يستقيلش، لانه كلنا باش نتعداو بصعوبات. الصمود البيرسيفيرونس، الصمود وتامن بنفسك يس يو كان، يعني هذا هو، يعني الصمود والبيرسيفيرونس. يفو بيرسيفيري، فو بيرسيفيري، يعني رغم الصعوبات اللي باش تعرضها واحد في الكارير نتاعو، لكن فو بيرسيفيري، فو كونتينيي. واعتقد اللي وصلوا لمناصب عليا واللي نجحوا مع حياتهم المهنيه كلهم تعدوا مروا فترات صعيبه لكن تجاوزوها بالصمود. خطا واحد يتفاديه ممكن؟ خطا هو اللي وقت اللي الديميسيون تريتو. يعني فو با ديميسيوني، ما تستسلم، ما تستسلم، لانه كل حد عنده طريقه ينجم يوصل، لكن اللي يعمل الفرق هو من بعد هي الشخصيه، قوه الشخصيه، تواصل وتحارب. وبالطبع هذا يلزمك عندك الجينيات اللي تسمح لك، عندك طاقة استيعاب كبيرة تخليك اللي تصمت. أنا يعني كما قلت نرجع بعد الرياضة اللي بدينا بها، نرجع بالرياضة خلتني نتعلم الكثير، وخلتني زي كي قلت لك ليكول دو لابيل، خلتني نقف ونصمت، تعدينا بفترات صعيبة وتخليك باقي مواصل وعندك أمل اللي غدوة باش يكون أحسن اليوم ان شاء الله. اتوكا كلام في الصميم بالحق، يعطيك الصحه، او هما في الصاله يحكيوا على روحهم صفقوا جات التصوير قبل الوقت. شكرا، يعطيك الصحه انت وسيم، وتبارك الله وربي معك بالتوفيق. شكرا لك، يعطيك الصحه. دونك تحياتنا للمستمعين، تحياتنا للمستمعين واللي شاهدوا فينا، كذلك في بوسطن، دونك في الريتويت نتاع تونيجن امريكان يونغ بروفيشنالز اللي شهدت حضورك في البانيل دوفيرتور، دونك في الافتتاح. سي خالد خيار يذكر مستمعينا امين عام مساعد للامم المتحده مكلف بالشرق الاوسط باسيا والمحيط الهادي، معناتها خدمه زون كبيره تغطيها نتصور عام كامل وانت بين طياره وطياره، معناتها صحيح بين طياره وطياره طياره. يعطيكم الصحه، مهمتكم للسلام في العالم. شكرا لكم. شكرا، شكرا، يعطيك الصحه. شكرا وقدموا على مستمعينا ومشاهدينا، مازلنا مواصلين هوني.